بتحبيني انا اكتر ولا بهاء سلطان؟ انت عبيط بهاء طبعا، ده من كتر ما بحبه كان نفسي يبقى خالي ويقعد يغني لي لوحدي. يا سلام. بصراحة يا بنت سارة، انت ما خدتيش اي حاجة من اهل امك وشاكتهم الصراحة. كلها ستها ام ابوها طنط تسامح. انا عايز انام براحتي واصحى براحتي، اشتغل شغلانة طيبة مع ناس طيبين. شكريني يا سارة. انا زهقان قوي، نفسي اعمل اي حاجة جديدة. انا لازم اروح المستشفى والله العظيم، انا مش كويس والله. انت اسمك ايه صحيح على الانستجرام؟ طب ما تاخد نمرتي اسهل. يا جماعة عاوزين نخرج خروجة نظيفة مرة من نفسنا. انتوا فاهمين الخروجة النظيفة دي هتكلفنا؟ انا مش هحط اسم حد اصلا. انتوا بصراحة بقى عرق. شغال اغل على مزاجك ومختار اللبس اللي على مزاجك ومطلعاني قدام صحابي. انا اصلا بردانة ولبسي مش عاجبني وما بحبش كده. والله حتى بقى هنا وبجد بجد ما بحبش الغربات السريعه دي. انا زعلان متضايق قوي. لو انت مش متعوده على الفورمال بقى والميك اب والحاجات دي هتاخدي وقت. هبعت لك كام فيديو هيظبطوكي وتبقي فله. ساره، بهاء سلطان نزل اغنيه جديده حلوه قوي. انا من غيرك بتوه توهان، انا من غيرك ماليش عنوان. انا الله، انا من تراب يا عيني، والاراده هي سرك فيه. انا هركن واطلع بقى. انتظرك. اوكي.